بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثالث ثانوي. أنا أستاذ شرح تفصيل قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرون معك في حالة تربية المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب المواصل لعام 2022، مستمرين من 1/4 الدرس 1 و2. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على الميني تيست ساعتها، وهنبدأ بميني تيست 1 زي ما أنت شايف قدامك، وده بدايتنا إن شاء الله على صفحة 261. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة الله نبدأ. والأول نعلق على العنوان، يعني إيه كولوكيشنز؟ كولوكيشنز شباب معناها متلازمات لفظية. يعني متلازمات لفظية يعني مجموعة من الكلمات التي تأتي مع بعضها، وهتلاقي الشرح بتاعها موجود في الصفحة اللي قبل دي مباشرة، صفحة 260. بسم الله على بركة الله نبدأ التدريبات على صفحة 261. وأول جملة سامي بيقول لك إيه؟ Why don't you، أنت ليه كذا؟ أنت ليه ما تعملش كذا يعني؟ ماشي، هنشوف إيه اللي هو بيقول له ما تعملوش ده. The advice your parents give you، اللي النصيحة اللي والديك ادوها لك. follow بمعنى يتبع، avoid يتجنب، make بالمعنى الحرف ليها يصنع، وكوز بمعنى يسبب. انا هقول follow the advice بمعنى يتبع، بقول له انت ليه ما تمشيش على النصيحة او ما تتبعش النصيحة اللي والديك بيعطوها ليك، واخدة قدامك شكل ايه؟ why don't you، انت ليه ما تعملش كذا يعني؟ طبعا هنا كأنه بقول له يعني لازم تمشي عليها يعني. طيب اتنين بيقول لك فيها you may experience، قد تمر بخبرة كذا، as a result of too much work، كنتيجة للعمل الكتير يعني تشتغل كتير. طيب يا ترى burn out الانهاك، ولا stress الضغط، ولا A و B؟ A و B يعني الاجابتين دول مع بعض يعني، طبعا لو كان هناخد دي مثلا، ولا attention بمعنى انتباه. طبعا اللي الواحد اللي بيشتغل كتير ممكن يتعرض للحاجتين دول اللي هي burn out وstress، يبقى هنختار الشكل ده A and B. لو حد قال لا طب ناخد دي ونسيب دي، لا ما ينفعش، طالما الاثنين موجودين يبقى خلاص اذا تاخد الاجابه اللي مدياك ده A and B. الجملة ده بيقول لك فيها you can do، يمكنك ان تقوم بفعل ايه؟ revision مراجعة، sleep نوم، snack اللي هي الوجبة الخفيفة، ولا suggestion الاقتراحات. طبعا واخدة الشكل الجمعي you can do revision، يمكنك ان تقوم بعمل مراجعة. نحرك الشاشة عشان نشوف الجملة 4. بيقول لك ايه في 4؟ بيقول لك the exams you have، الامتحانات اللي انت ايه؟ مالها يا سيدي؟ aim to measure، تهدف الى قياس the progress، التقدم you have achieved in learning، اللي انت انجزته او حققته في مجال التعليم. طيب followed بمعنى اتبع، felt بمعنى احس بشيء او شعر به، reduced بمعنى قلل، و done بمعنى فعل او قام به. هي دي you have done، عايز اقول له ايه؟ ان الامتحانات اللي انت عملتها بتهدف الى قياس مدى التقدم اللي انت حققته في التعليم او مجال التعلم اللي انت بتعلمه. خمسة بقول لك فيها اي بقى فراغ responsibility، responsibility معناها مسؤولية، for the office في المكتب يعني المكتب اللي شغال فيه، when Mr. Ayman was abroad، لما مستر ايمن كان مش موجود يعني كان بالخارج. يا ترى ميت ولا توك ولا ديد ولا جوت؟ هنقول ايه بقى؟ توك responsibility بمعنى هو اللي تحمل على عاتقه او وضع على عاتقه مسؤولية ادارة المكتب في الفترة اللي كان مستر ايمن مش موجود فيها. ستة بقول لك فيها the new system has، النظام الجديد ماله بقى has ايه؟ the importance، أهمية of teachers role، دور المعلمين in the education process، في العملية التعليمية. ترى ميد بمعنى صانع أو جعل، ولا promoted عززة يعني كانوا بقول لك assured يعني، ولا done تصفية من فعل do، ولا experienced قام بخبرة كذا أو مر بتجربة كذا. هنقول promoted بمعنى عززة أو أكدها زي ما بيقولوا يعني. سوى لك فيها you can take، يمكنك أن تأخذ ايه؟ lonely، lonely معناها مفرده، good معناها جيد، a snack، snack اللي هي وجبة خفيفة زي ما قلنا، و well being ان الانسان يكون في صحة وعافية والحاجات دي. بيقول له you can take a snack، انت ممكن تاخد ايه؟ وجبة خفيفة. طيب نروح للجملة رقم 8 وبيقول لك فيها please stop talking and pay، من فضلك وتكلموا توقفوا عن الكلام، and pay ايه بقى to what I say؟ ايه بقى الفعل اللي هيجي مع الفعل pay؟ pay burn out، burn out بمعنى يحرق حاجه او يشعلها، وتيجي بمعنى الارهاق والحاجات دي، ولا ستريس اللي هو الضغط، ولا ايه وبي مع بعض الاثنين دول اللي هي burn out مع ستريس، ولا attention اللي هي انتباه او اهتمام. هي دي pay attention بمعنى انتبهوا، خدوا بالكم اللي انا بقول. تسعة بيقول لك فيها I got free time for some activities، انا كذا بعض الوقت الايه بقى للانشطه، I enjoy to avoid burnout، أنا عايز أتجنب الانهاك أو الإرهاق الشديد. يبقى نقول make ولا feel ولا do ولا experience؟ أنت عندك حاجة اسمها make time for، معناها يوفر وقت من أجل كذا.
اشعر لك فيها. يو شود يجب عليك ايه بقى؟ يور بيست. يعني زي ما بقول ايه، افضل حاجه عندك يعني. طيب نيفر جيف اب، نيفر جيف اب معناها لا تقلع عن كذا، يعني عايز اقول لك ما تيأسش يعني. طيب فولو بمعنى يتبع، افويد تجنب، وتراي بمعنى يحاول او يجرب، وعندي كوز بمعنى يسبب. طيب يو شود تراي يور بيست، عايز اقول لك ايه، دايما ابذل اقصى مجهود وما تيأسش زي ما بيقول. طيب نروح للميني تيست 2. طبعا احنا جايبين لك قدامك الصفحات اهي بترتيبها عشان ما يبقاش عندك مشكله. الميني تيست 2 وده جاي على السينونيمز اند انتونيمز، المترادفات والمتضادات، ودي جايه في الجداول اللي قبلها على طول. ونقول جمله واحد: His health improved when he moved to the fresh air of the countryside. صحته اتحسنت لما انتقل للهواء النقي اللي موجود في الريف. طيب هو عايز اعلق على ايه؟ عايز اعلق على الفعل improved. بيقول لك ايه؟ We can replace the verb improved. عايزين ممكن نبدل الفعل improved اللي بمعنى تحسن يعني in this context with، في المحتوى ده بايه؟ ب made better بمعنى جعل الشيء افضل، ولا enhanced عززه، ولا A and B الاثنين مع بعض اللي هي made better ولا enhanced يعني، ولا got better تحسن. هي دي got better تحسن، ماشي تحسن صحيا، لكن made better بمعنى جعل الشيء احسن زي ما بيقول. طيب انا هاخد got better بمعنى الصحه تحسنت، حسنت الصحه بتاعته، ماشي، لان his health هي الفاعل تمام مش المفعول. his health improved، الصحه تحسنت، كانها كده هي الفاعل بتاع الجمله ماشي. لكن لو قلنا ميد بيتر بمعنى هنا تاخد شكل المفعول بيه كانه حاجه هي اللي حسنت او جالتها حسنت، خلاص هناخد جود بيتر بمعنى اتحسنت، اجابتنا في الجمله رقم واحد. الدنيا بيقول لك فيها his health improved، الله جاب نفس الجمله، his health improved when he moved to the fresh air of the countryside، لما اتحرك للهواء النقي بتاع الريف. طيب the verb improved هنا in this context at the antonym، هو هنا عايزه مضاد بقى لايه؟ worsened بمعنى يجعل الشيء أسوأ، ولا deteriorated، deteriorated بمعنى عادت للوراء يعني اتأخرت زي ما بيقولوا، ولا A و B، ولا الاثنين ساءت اللي هي worsened بمعنى يجعل الشيء أسوأ، ساءت و deteriorated معناها تراجعت. الإجابتين دول مع بعض، دي ودي مع بعض، ولا enhanced عززت؟ لا هنقول A و B الإجابتين دول مع بعض، لأن هنا لما أجيب عكس تحسن أدي improved أهي، عكسها إن الواحد يتأخر ويسوء او ان يتقهقر، دي زي ما موجوده في deteriorated، فهناخد الاجابتين مع بعض A و B. ابتدى بيقول لك فيها when one is under stress، لما الواحد يكون تحت ضغط، this means that they suffer from، ده معناه ان هم بيعانوا من ايه؟ pressure الضغط، ولا relaxation الارتياح والراحه، ولا A و B مع بعض، ولا compliment ماشي، compliment اللي هي المجامله والحاجات دي بيقولوا عليها compliment حتى بالفرنساوي. لا طبعا لما الانسان يكون تحت ستريس يبقى بيعاني من pressure، بيعاني من الضغط، في جمله رقم ثلاثه. طيب نحرك الشاشة عشان نشوف أربعة بطريقة أفضل. mental is to physical، لما أقول لك كذا إلى كذا معناها إن الكلمة دي مقارنة بالكلمة دي، أو الكلمة دي بالنسبة للكلمة دي إيه؟ ماشي، هجيب لك طبعًا حاجة تاني بعدها. طيب كلمة mental معناها عقلي، physical معناها بدني، يبقى كده كأنه جايب كلمتين عكس بعض، الحاجة العقلية عكس الحاجة البدنية تمام. as عاملة زي إيه اللي praise، كلمة praise معناها يمدح، يبقى كده عايز كلمة عكس praise. إيه بقى اللي هيكون عكس praise؟ compliment يجامل، يقول في حاجة فيها مجاملة، ولا scold يوبخ، ولا thank يشكر، ولا greet يحيي. لا طبعا بما انك انت عايز حاجة عكس praise يمدح، يبقى هجيب كلمة scold بمعنى يوبخ. خمسة بيقول لك فيها جاب عندك ادي كومة معكوسة وادي كومة اخرى اهي، وجاب فراغ ان هو بينهم is to كذا، الكلمة كذا الى، بالنسبة لكلمة intellectual، intellectual معناها عقلي، معناها عقلي. as عاملة زي scold is to tell off، scold معناها يوبخ، tell off نفس المعنى يوبخ برضه، يبقى انت كده عايز كلمة تدي نفس معنى كلمة intellectual، لان لما اقول لك كذا is to كذا يعني الكلمة دي بالنسبة للكلمة دي، عاملة زي كذا الكلمة دي، الكلمة دي شوف هو جايب كلمتين معناهم زي بعض ولا متضادين عن بعض، فوق كان جايب كلمتين عكس بعض لما كان جايب mental وphysical، فقلنا ان دول عاملين زي scold ليه؟ لpraise. طب دلوقتي هو جاب حاجتين شبه بعض اللي هي سكولد وتيل اوف، الاثنين معناهم يوبخ. طب يبقى انت عايز كلمه تكون مقاربه لمين؟ للانتلكتشوال. مين اللي تدي نفس معنى انتلكتشوال؟ بودلي جسدي، فيزيكال بدني، منتال عقلي، بريز يمتدح. منتال معناها عقلي، هي وانتلكتشوال زي بعض، يبقى منتال اللي هي عقلي زيها وزي انتلكتشوال زي بعض، عامله زي كلمه سكولد
وتيل اوف، هما الاثنين زي ما هما زي بعض. تمام، بس كده يا شباب. بنت احنا بقى ايه، جبنا كلمه mental اللي هي تتساوى مع كلمه intellectual، وبتكمل بقى عامله زي معنى scold الى تيل اوف. نروح للديريفيتيفز او معرب اسم المشتقات، وهنا هنشوف بقى الفعل والاسم والصفه منه والظرف والحاجات دي. طيب الجمله اللي بيقول فيها احمد is supposed to be، احمد المفترض منه ان هو يكون ايه؟ يكون بروموت بمعنى يرقي، ولا بروموشن ترقيه، ولا بروموتر هو اللي بيعمل الترقيه، ولا بروموتد تم ترقيته. هي دي بروموتد تم ترقيته، اجابتنا في الجمله رقم واحد. دي مولا فيها احمد is supposed to get the احمد مفترض ان هو يحصل على يبقى انا كده عايز نون بروموت بمعنى يرقي، بروموشن ترقيه، بروموتر اللي بيعمل الترقيه، وبروموتد بمعنى تم ترقيته. تو جيت ذا بروموشن، هو يحصل على الترقيه. اللي بعدها مستر اشرف از مستر اشرف ماله بقى اوف تيتشرز رايتس، تيتشرز رايتس معنى حقوق المعلمين. طيب بروموت بمعنى يؤيد او يساند، بروموشن بمعنى ترقيه ومساندة، وبروموتر بمعنى مؤيد أو مساند لشيء، وبروموتد بمعنى تم ترقيته أو مساند الحاجات دي. هنقول بروموتر مستر أشرف ده بروموتر بمعنى مؤيد أو مساند لحقوق المعلمين. أربعة بيقول لك فيها I can't do this job alone، أنا ما أقدرش أعمل الشغلانة دي لوحدي، يعني الوظيفة دي لوحدي مش هقدر أعملها. It would be هتبقى بالنسبة لي إيه بقى؟ exhaust يرهق، exhaustion إرهاق، exhausted بمعنى مرهق، exhausting الشيء نفسه بيبقى مرهق. It would be exhausting هتبقى مرهقة، يعني الشغلانة دي عملتها لوحدي هتبقى مرهقة. طيب نروح للجملة اللي بعدها، بقول لك فيها في طبعا جملة رقم 5 ومنها كمان نشوف رقم الصفحة عشان اللي عليها يا شباب. بقول لك ايه؟ I would be انا هبقى ايه؟ If I did this job alone، اه لو عملت الوظيفة دي لوحدي الشغلانة دي لوحدي. Exhaust يرهق، exhaustion ارهاق، exhausted مرهق، exhausting الشيء بقى يكون مرهق. لو بقول لك انا هبقى يبقى انا هبقى exhausted، انا هبقى مرهق. ستة بقول لك فيها doing this job on my own، شوف واخد بالك انت على نفس الجمله او على نفس الفكره اللي هي جايه من الفعل exhaust. شوف جايب كام جمله، ادي ايه من اربعه لحد سته، هم ثلاث جمل. doing this job on my own would، ان انا اقوم بالوظيفه دي بمفردي would ايه مي؟ كده انا عايز فعل، يبقى نقول exhaust يرهق، exhaustion ارهاق، exhausted بمعنى مرهق، exhausting الشيء نفسه بيكون مرهق. هنقول ايه بقى؟ would exhaust me، لو عملت شغلانه لوحدي الشيء ده هيرهقني. طيب نتحرك للصفحه اللي بعدها عشان نكمل التدريبات اللي جايه معانا يا شباب. ووصلنا للجمله رقم 7 بيقول لك فيها doing this job on my own would lead to complete، شوف بقى الجمله الرابعه هي على نفس الفكره. exhaust يرهق، exhaustion ارهاق، exhausted مرهق، exhausting الشيء نفسه يكون مرهق، complete exhaustion بمعنى ارهاق كامل. تمام بقول لك فيها it is clear that your health has، من الواضح جدا ان صحتك has ايه؟ improved تحسنت، improvement تحسن، improve يحسن، و improvingly وهذا شكل الظرف اللي قدامك، has improved صحتك الحمد لله تحسنت. تسعة بقول لك فيها ده وجه فراغ ان your health is clear كذا، فصحتك واضح، يبقى انا كده عايز ايه؟ عايز الاسم. improved بمعنى حسنة، improvement تحسن، improve يحسن، و improvingly وهذا شكل الظرف، the improvement بقول له التحسن في صحتك الحمد لله واضح. عشان بقول لك فيها I am confident about your ability to، انا واثق في قدرتك في ايه؟ to ايه بقى؟ the team الفريق، manage بمعنى يدير، ولا management اداره، manager مدير، manageable بمعنى يمكن ادارته، to manage the team انا متاكد في قدرتك ان انت هتعرف تدير هذا الفريق. نحرك عشان نشوف الجمله اللي بعدها واللي هي 11 بيقول لك I am confident that you will be a good A. انا واثق ان انت هتكون a good. كده انا عايز حاجه ثانيه بقى، عايز بقى كلمه مدير تيجي ورانا بقى. of the team يبقى manage مدير، management اداره، manager مدير، ومانجبل يمكن ادارته، هنقول ايه؟ a good manager، انت هتبقى مدير كويس للفريق. طيب I am confident about your good. انا واثق في ايه بقى الجود؟ هنا بقى انا عايز بقى كلمه اداره بقى اللي هي واخده شكل النون of the team. manage مدير، management اداره، مانجر مدير، ومانجبل يمكن ادارته، مانجمنت اللي هي اداره، جود مانجمنت بمعنى الاداره الجيده. شوف كام كلمه كام جمله اتجابوا على فكره واحده اللي هي فكره اليدير واداره والحاجات دي. طيب نروح لمجموعه من التدريبات الثانيه، ودي واخده الميني تيست 4
الميني تيست 4 ده بيتكلم عن البريبوزيشنز اللي عدت في الجزء ايه اللي قدامك، اكسبريشنز تعبيرات، بريبوزيشنز احرف جر، وايديومز مصطلحات. واخده ميني تيست 4 هي قدامك على صفحه 265. الجمله الاولى بيقول لك فيها the referee الحكم angrily told the player to clear ايه؟ قال اللاعب ايه؟ ما اعترضه هنا بقى. طيب up ماشي ولا off؟ off بf واحده تبقى off، لكن لو دبل اف تبقى off. ماشي وعندي down. هنا طبعا clear off يعني قال له يعني زي ما كنا قال له ايه امشي من قدامي بقى، او ايه قال له زول يعني زي ما بيقولوا يعني. الكتاب بيقول فيها ذا تشايلد ووز، الطفل كان ايه بقى؟ دينجر اوف فولينج داون فروم ذا بالكوني كذا، دينجر بمعنى خطر، خطر السقوط من البلكونه. طيب ووز يبقى انا عايز ايه بقى؟ اون دينجر ولا ان دينجر ولا ات ولا ويز؟ ان دينجر يعني معرض لخطر السقوط من البلكونه. الكتاب بيقول لك ماي جراند فاذر سفرد فروم ا منتال، جدي كان بيعاني من ايه؟ عقلي، وجاب بعد كده بروبلم. طيب منتال ايه؟ منتال هيلثي ماشي ولا healthier ولا healthiest ولا health؟ mental health، mental health problem بمعنى مشكلة عقلية ماشي، مشكلة عقلية، عنده مشكلة في الناحية العقلية. طيب أربعة بيقول لك فيها you need to do exercise، أنت بحاجة لأن تقوم بعمل تدريبات ايه؟ regular basis، regular basis أقول لك بانتظام يعني. طيب نقول حرف الجر بتاعها ايه؟ of ولا in ولا on ولا for؟ on، يبقى تعمل exercise on a regular basis بمعنى بانتظام زي ما بيقولوا. طيب نروح لجملة رقم خمسة ونعلي الشاشة شوية عشان تبقى شايفها. يقول لك it's unhealthy to stay كذا late at night، انه من غير صحي ان الواحد عايز يقول لك يسهر يعني. طب ايه حرف الجر بتاع stay هنا؟ stay up ولا of ولا off ولا down؟ stay up ومعاها late بمعنى الحرف ليها بمعنى يسهر لفترات طويلة. ستة بقول لك فيها I went on a five، خد بالك بقى لما يجيب قال انت شايفها ده هي وفايف وبقى رقم يعني، وبعد كده جايب هايفن ماشي، هات وراها ظرف الزمان اللي موجود بدون او التمييز بتاعها يعني. هات التمييز بتاعها في شكله الطبيعي، لا واخد ملكيه ولا اي حاجه، ما فيش يعني نوع ملكيه خالص. holiday to sharp، يبقى تقول a day، لا day لوحدها ولا days اللي فيها ملكيه للمفرد ولا days فيها ملكيه للجمع؟ أنا عايز كلمة day اللي هي التمييز هنا هو بدون أي حاجة عشان تبقى معنى الجملة، أنا ذهبت في أجازة لمدة خمس أيام لشعب. ماشي مفيش في أي حاجة، الآ هنا هو مع العدد والهايف اللي قدامك دي، هات وراها التمييز بتاعها العدد، تمييز العدد يعني هو ده خمسة إيه؟ خمسة يوم ولا خمسة كتاب ولا خمسة سنة ولا خمسة إيه؟ ده اسمه تمييز العدد. هاتها في شكلها الطبيعي بدون ما يكون فيها أبوستروف اس ملكية المفرد زي هنا، ولا ملكية بالابوستروف بعد الاس زي ايه؟ زي كلمة ديز. انا هاخد دي فقط، اجابة في ستة. طيب نروح لجملة رقم سبعة ولا ايه؟ do your jobs in order، قم باداء مهامك او اعمالك in order ايه؟ priority. طيب ده عندك تعبير خلي بالك، ده order كذا priority، هنشوف بقى ايه اللي حرف غير مناسب، but ولا to ولا of ولا from، انا هاخد of عشان يبقى معنى الجملة ولا ايه؟ قم بترتيب أعمالك حسب ترتيب الأولويات. تمام لو فيها you have to retrain to cope، يجب عليك أن تعيد تدريب نفسك، to cope cope بمعنى يساير. ماشي ده requirements المتطلبات of your new job، وظيفتك الجديدة. cope يا حرف الجر بتاعها cope up ولا of ولا off ولا with؟ لا أنا هاخد cope with بمعنى يساير، وكده تبقى أنت إيه بقى؟ لما انت بتساير بتعمل التدريبات او عدت تدريب نفسك عشان تساير متطلبات الوظيفه الجديده. بكده تكون انتهت الميني تيست اللي جايه على الدرس الاول والثاني من الوحده اربعه، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك. ان شاء الله انتظرونا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.